طبعا رسالة السيد المالكي لهذا اليوم هي تحمل يعني اتجاهان. الاتجاه اللي هو الأول هو التثقيف باتجاه الانتخابات، أهمية الانتخابات والقواعد الأساسية لإرساء يعني مرحلة جديدة للانتخابات، كونها الجانب الديمقراطي المشرق الذي يعني هو في العملية السياسية، بالتالي هو يركز على أن تكون هناك العملية السياسية فيها تقدم وفيها تطور وفيها نضج سياسي وثقافة سياسية لدى الناخب والمنتخب. ومن جهة أخرى تعطي هذه الرسالة بأن المالكي يركز ويؤشر ولديه لربما رؤية بأن الانتخابات المبكرة هي قادمة وقريبة الأجل حسب تصوراته ورؤيته، لكن المعطيات على واقع الحال لا تؤشر أن الانتخابات هي المبكرة هي سبيلا للواقع الحالي، وإنما الانتخابات في موعدها. لكن هذه الرسالة سواء كانت الانتخابات في موعدها أو في يعني اتفاق سياسي لانتخابات مبكرة، فهذه الرسالة هي مهمة تذكير. ولربما السيد المالكي لديه معطيات ومؤشرات بأن بعض الكتل السياسية، بعض الأشخاص المتنفذين في الدولة من ذو المال الكبير والكثير يرومون من الآن شراء الأصوات ويرومون تشويه العملية الديمقراطية والانتخابية بالمال السياسي الذي سوف يؤثر كثيرا على العملية السياسية في العراق والعملية الديمقراطية. فبالتالي هذا التحذير لربما فيه خلفيات أو معلومات لدى السيد المالكي، أو لربما هو يريد من الآن أن يضع الخطوط العريضة الاستراتيجية لانتخابات مقبلة. طيب سيد محمد، بما أن حضرتك تكلمت عن الرسائل التي أراد المالكي إيصالها من خلال الكلمة المتلفزة، حديثه عن الانتخابات سواء كانت مبكرة أو غير مبكرة، ألا يعكس عمق الخلاف الحاصل داخل الإطار التنسيقي وتحديدا مع طرف رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني؟ بطبيعة الحال لا يسمى يعني خلاف، لربما هو اختلاف في وجهات النظر، والإطار يعني بطبيعة وضعه هو كتل متعددة ومتنوعة، نعم من ذات النسيج الاجتماعي، من ذات يعني المساحة السياسية أو الأسهم السياسية المتوزعة على كتل الإطار سياسيا، لكن بطبيعة الحال هناك يعني تباين في وجهات النظر واضح. هناك لربما يصل إلى مرحلة الاختلاف في وجهات النظر، منها تسمية رئيس مجلس النواب، هناك يعني وجهات نظر داخل الإطار التنسيقي، وجهات نظر في الإطار التنسيقي حيال حكومة السيد السوداني، وهناك ملف الانتخابات لربما في من يتفق مع المالكي وفي من لا يتفق مع المالكي بهذه الرؤية وبهذه التوجيه.